بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائنا وأعزائنا وأبنائنا الطلبة، عبر هذا الفيديو التعليمي نواصل تقديم حصص التعليمية الخاصة بمادة العلوم الفيزيائية، ونواصل هذه الوحدة التعليمية الخاصة بميدان الظواهر الكهربائية وتتمثل في الألم الكهربائي، مواصلة لأعمالنا للحصص السابقة والتي قدمت من خلالها أخطار التيار الكهربائي. اليوم سنواصل في تقديم هذه الوحدة والخاصة بكيفية حماية الدارات الكهربائية والأشخاص من الأخطار التي ذكرت سابقا في الحصص السابقة، والتي كما سلف وذكرناها أخطار في العزل الكهربائي والأخطار الناتجة عن الصعق الكهربائي واستقصار الدارات. إذا السؤال المطروح أو الإشكالية المطروحة هو كيف نحمي أنفسنا من هذه الأخطار؟ إذا لاحظ جيدا معي، ثالثا حماية الدار الكهربائية والأشخاص. يظهر في الصورتين مكونات لوح كهربائي لشبكة كهربائية منزلية. سؤال هو تفحص اللوح الكهربائي الموجود في مدخل منزلك وتعرف عن المكونات حسب الصور. 1، 2، و3. كما جرت العادة وكما متعارف عليه وكما تلاحظون أنه في مدخل أي منزل نجد أنه قبل المنزل هناك سلكين لهما سلك التور الحيادي، ثم داخل المنزل هذا المنزل نجد أن السلكين لأتيان من الأعمدة الكهربائية الخارجية نقوم بتوصيلها في جهاز. هذا الجهاز الأول اللي هو العداد الكهربائي. بعد العداد الكهربائي تجدون لوحا، عادة لوحا، وقبل اللوح أو داخل اللوح نجد عدة أجهزة موجودة بداخله. هذه الأجهزة تتمثل في رقم واحد كما تلاحظون في الصورة، كما لاحظنا سابقا في الصورة هناك قاطع. هذا القاطع يمكن أن يكون قاطع تفاضلي أو يكون قاطع مدمج مثل الصورة. ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من القواطع في هذا اللوح. مباشرة بعد اللوح سوف نستخرج سلكين التور الحيادي ونوصلهم ببقية الأجهزة الموجودة داخل المنزل لتتمثل في الغرف إلى غير ذلك. هذه الغرف عادة تحتوي على أجهزة مثل المصابيح والمآخر. بعد ذلك السؤال هو على أي أسلاك تم ربط العنصرين 2 و3؟ ما هما الأسلاك؟ لاحظ جيد، هناك سلكين، سلك ذو لون أزرق وسلك ذو لون أحمر. كما اتفقنا سابقا بأن السلك التور هو عبارة عن سلك يلون عادة بالأحمر نتيجة أو تشبيه للخطورة. ثم نلاحظ السلك الأزرق كما اتفقنا أنه سلك يرمز له بالرمز آن ونعتبره حياد. إذا عندنا سلكين، سلك تور وسلك حياد. إذا في الشكل الثاني والشكل الثالث نلاحظ أنهم موصولين بسلك التور والسلك الحيادي، لكن حذر في السلك الثالث أو في الجهاز الثالث نلاحظ أنهم موصولين بسلك التور فقط. إذا من أجل الحماية. إذا ربط القاطع التفاضلي بسلكين التور والحيادي. أما هذه القواطع الثانية التي سميت بالقواطع التقسيمية فهي تربط بالسلك التور فقط. إذا لدينا هذا القاطع المدمج، نعم لدينا القاطع المدمج في الصورة الثانية، إذا ربط بالسلك التور الحيادي. أما القواطع الفرعية أو القواطع التقسيمية الثانية فهي مربوطة بالسلك التور فقط. إذا نواصل كذلك. إذا حماية الدارة الكهربائية والأشخاص. إذا العناصر الأساسية التي يحتويها هذا اللوح كما جرت عادة للشبكة المنزلية هي القاطع التفاضلي والقاطع التقسيمي. إذا القاطع التقسيمي، إذا تلاحظون أنه كتبت كلمة مصهرات، إذا فهو يلعب دور المصهرات في التركيبات الحديثة. إذا لاحظ الصور جيد، لدينا القاطع الأول هو عبارة عن قاطع مدمج. إذا عندنا الجزء الأول عبارة عن قاطع رئيسي،
ثم عندنا الجزء الثاني اللي هو قاطع تقسيمي. اذا هذا قاطع تفاضلي. اذا هذا القاطع التفاضلي مع القاطع الرئيسي سمي قاطع، عباره عن قاطع مدمج دمجناهم مع بعضهم البعض. ثم بعد ذلك لدينا مجموعه من الصور التي تبين القاطع التقسيمي والقاطع التفاضلي، قواطع تفاضلية ثم قاطع تقسيمي أو قاطع رئيسي ثم قاطع تفاضلي. بعد ذلك إذن عناصر ووسائل الأمن الكهربي. إذن القاطع عبارة عن تعريفات بسيطة جدا. إذن القاطع نجد في الشبكة الكهربائية المنزلية ثلاثة أنواع من القواطع. إذن لدينا القاطع الرئيسي، أين يركب هذا القاطع الرئيسي؟ إذن قاطع رئيسي، إذن رئيسي القصد منه هو أنه يحمي الدار ككل أو المنزل ككل. إذن هذه الحماية لا تكون داخلية فقط، بل تكون حماية داخلية وخارجية، يحمينا من الأخطار الخارجية للطيار والأخطار الداخلية الموجودة في المنزل. إذن يركب بعد العداد مباشرة، إذن بعد العداد يركب القاطع الرئيسي، ويتمثل دوره في قطع التيار الكهربائي عند تجاوز الحد الذي ضبط عليه. إذن فهذه القواطع تختلف من حيث القيمة التيار المرة فيها، نجد قواطع ذات 10 أمبير، 20، 200، 1000 إلى غير ذلك. إذن فحسب الدارات الكهربائية وحسب الحد المضبوط عليه هذا الجهاز، إذن وفق حساسية معينة فيفصل تلقائيا، وبالتالي جميع القواطع بما انها تفاضليه او تقسيميه او رئيسيه فهي تعتبر كلها قاطعه اليه، لا نجد قاطع الي وحده. اذا فيفصل تلقائيا عند ذلك، يفصل القاطع الرئيسي تلقائيا كذلك في حاله حدوث خلل خارج الشبكه المنزليه، زياده في شده التيار او خفض في التوتر او زياده في التوتر يفصل. اذا يرمز له هذا الرمز. هل هذا الرمز للقاطع الرئيسي؟ لا. اذا هذا الرمز راح نجده لقاطع اخر اللي هو القاطع الثاني اسمه قاطع تفاضلي. اذا الان انتبهوا معايا ابنائي، ما الفرق بين القاطع الرئيسي والقاطع التفاضلي؟ اذا لدينا القاطع الرئيسي اللي نجده في بدايه الدار الكهربائيه، عنصر مهم. اذا هذا القاطع الرئيسي. تأتي القواطع التفاضلية. لو افترضنا أن لدينا قاطع تفاضلي، إذا لدينا طور الحيادي فاز ناتر، إذا لدينا جهاز، أي جهاز مهما كان له. إذا الآن الجهاز هذا راح وصلوه بالسلك الطور والحياد. لو كان الطور راح تمر فيه شدة التيار 10 أمبير. إذا منطقيا الرجوع راح يكون 10 أمبير، لأن الشدة ثابتة بين الطور والحياد. لو يقع تسرب في سلك الطور نتيجة تعري الأسلاك كما ذكرنا في أخطار التيار الكهربائي، تعري السلك إذا ونتيجة العزم الغير جيد، إذا يحدث هنا تسرب للشحنات الكهربائية في هذا الجهاز. إذا راح ينتج عنه أنه العودة تاع التيار الكهربائي إذا راح تكون أقل، مثلا راح ترجع 8 أمبير. إذا فالقاطع التفاضلي ما دوره؟ هو يقارن بين الشدة التيار المارة في الطور وفي الحيد. إذا يجد مثلا 10 و 8، إذا فشدة التيار الممدودة أو المزود بها الجهاز هي ليست شدة التيار التي رجعت للجهاز، فيحدث فتح للدارة مباشرة. إذا دور القاطع التفاضلي يقارن القاطع التفاضلي بين شدة التيار الكهربائي المارة في الطور والحياد في كامل الشبكة المنزلية. فإذا وجد أن شدة التيار الكهربائي في الحياد أقل من شدة التيار الكهربائي في الطور نتيجة تسربه عبر الهيكل أو عبر المأخذ الأرضي إلى الأرض، فإنه يقطع التيار الكهربائي آليا مجنبا الأشخاص خطر الطيار. تختلف القواطع التفاضلية في شدة حساسيتها بفرق شدة التيار بين الطور والحياد. عادة قيمة حساسيته هي 30 ميلي أمبير. إذا ملاحظة بسيطة، كلما كانت الحساسية صغيرة كلما كانت فعالية القاطع التفاضلي كبيرة.
نمر بعد ذلك للقواطع التقسيمية أو جزئية. هذه القواطع تعمل عمل المنصهرات، تعمل عمل منصهرات التركيبات الحديثة. إذن يرمز لها بالرمز القاطع التقسيمي أو الجزئي إلى غير أو الفرعي. إذن يضمن حماية الأجهزة المركبة في الدارة الكهربائية الواحدة، جزء من الشبكة المنزلية. إذا لاحظتم في داخل منازلكم أنها في اللوح تجد مجموعة من في اللوح التركيبي نجد مجموعة من القواطع، في اللوح نجد مجموعة من القواطع، هذه القواطع تسمى القواطع التقسيمية. اتفقنا أنها تزود بالسلك الحيادي الطور فقط، بالسلك الطور. إذن راح نزودهم بسلك الطور ثم نستخرج سلك الطور. إذن فاز هذا الفاز. إذن راح كل دارة في المنزل على حسب المخطط الهندسي. إذن أنا أريد مثلا في الغرفة الأولى مزودة بمأخذ ومصباح، إذن أوصلهم بالقاطع التقسيمي الأول. عندي مثلا الغرفة الثانية مزودة بمأخذين ومصباح، إذن أزودهم. إذن تحكم في أطراف، حتى ولو كان مثلا حدوث استئصال للدارة أو هناك تسرب للشحنات في مكان ما، لا ينقطع التيار الكهربائي على كامل الدارة، بل ينقطع إلا على الجزء الذي حدثت فيه إشكالية أو خطر التيار. إذن بالتالي راح نستنتج أنه هذه القواطع التقسيمية إذن فهي تعمل عمل المصهرات قصد حماية كل جزء أو فرع من الدارة الكهربائية. إذن لكن هناك ملاحظة حذر أن القواطع التقسيمية يجب أن تركب دوما على سلك الطور وفي بداية الدارة الكهربائية وليست بعد الأجهزة. إذن تركب في بداية الدارة وتركب على السلك الطور فقط. إذن تلاحظون الفرق بين القاطع التفاضلي والقاطع التقسيمي. القاطع التفاضلي نجد فيه سلكين طور والحيادي مزود، أما القواطع التقسيمية مزودة بسلك الطور فقط. إذن الآن هناك إشكالية بسيطة، يجب دائما نحاول نحل الاشكاليه عند الاساتذه او عند التلميذ الى غير ذلك، انه السلك او النقطه التوصيل يجب دائما تكون موصله من حيث اتي التيار الكهربائي. يعني بالنسبه للشفره تكون في الطرف الثاني، التيار الكهربائي من ياتي من الجهه تاع نقطه واحده، اذا قصد ضمان المكان الاخر كله يكون امن. لاحظ كذلك عزيزي التلميذ هذه الصور. إذن هذه الصور منطقية هي عبارة عن صور تمثل مجموعة من القواطع أو أنواع عديدة من القواطع. إذن لدينا القواطع ذات اللون والشكل ذا نجدها عادة في مجفف الشعر أو الوسائل البسيطة، ثم عندنا القواطع تستعمل في المنازل، عندنا ما يسمى ضاغطة هي عبارة عن قاطعة كذلك، ثم عندنا قاطعة للتعليمية، ثم عندنا قواطع كذلك ذات الشكل، وأخيرا حاولنا نمثلهم في دارة كهربائية مع إعطاء ما يسمى الرمز النظامي. لاحظ هذه الدارة، إذن عندنا دارتين. الفرق ما بين الشكل الأول والشكل الثاني أنه هذه عبارة عن دارة مغلقة. ولاحظ القاطعة كيف مثلت، قاطعة مغلقة، وفي الشكل الثاني نلاحظ أن القاطعة مفتوحة، علما أنه نلاحظ من خلال منبع تاع التيار الكهربائي نستنتج أنه جاء لقطب سالب كما اتفقنا، قطب موجب. نلاحظ بلي أن القاطعة دوما تضع كذلك على السلك الطور. إذن ملاحظتين الأولتين، وركز جيدا معي، ركز من خلال المخطط الأول والثاني، ما الفرق بين التركيبة الأولى والتركيبة الثانية. إذن من خلال الصورة نلاحظ أن هناك سلك الطور، سلك الحيادي، عندنا مصباح، قاطعة مفتوحة، والحالة الثانية التركيبة الأولى كذلك قاطعة مفتوحة، مصباح، فاز ونت. إذن الفرق ما بينهما هو في طريقة التوصيل. نحن اتفقنا أن القاطع يجب أن تركب دوما على سلك الطور. لماذا؟ لأنه عند تغيير المصباح لكي نتفادى الصعق الكهربائي أو الخطورة الكهربائية الناتجة. إذن تركب القاطعة على سلك الطور. بالنسبة للتركيبة الأولى القاطعة مركبة على سلك الحيادي، التركيبة الثانية قاطعة مركبة على سلك الطور، أيهما أصح؟ إذن من خلال ما درسنا ومن خلال المعارف المكتسبة نستنتج أن التركيبة الأولى يوجد فيها خطأ، رغم أن القاطعة تعمل،
القاطعة تعمل، لكن الخطأ في ماذا يتمثل؟ أنه هنا الشخص الذي يريد أن يسد المصباح سوف يصاب بصعقة كهربائية نتيجة أن الطور موصل مباشرة بالمصباح. أما في الحالة الثانية نلاحظ أن المصباح موصل بسلك الحياد، يعني عند لمس المصباح لا يتكهرب الشخص أو لا يصدر كهربائيا لأن القاطعة موضوعة على سلك الطور. ولهذا لكي نتجنب الصعق الكهربائي لابد من وضع أو توصيل القاطعة دوما على السلك أو وجوبا على سلك الطور. إذن نواصل كذلك بالنسبة للديمسول. لدينا تركيب القاطعة من خلال هذا المخطط أو هذا الشكل، نلاحظ تركب القاطعة على الطور دوما أو دائما، وهذا لتفادي الصعق الكهربائي لدى تغيير المصابيح أو غيرها. إذن لدينا قاطع مدمج نيرتون فاز أو حيادي طور، إذن نتبع الطور أين يذهب، إذن من الطور للقاطع التقسيمي أو التفاضلي، ثم من القاطع التقسيمي إلى القاطعة. لدينا هذه قاطعة كما درستم سابقا قاطعة مزدوجة، إذن لدينا إذن يستخرج منها سلكين الطور، سلك الطور المصباح الأول، سلك الطور الثاني إلى المصباح الثاني. إذن ماذا يبقى؟ يبقى تزويد بسلك الحيادي الذي يأتي من النيرتون من القاطع الرئيسي إلى مباشرة إلى المصباحين. في الحالة دي نلاحظ بلي أنه القاطعة إذا ركبت وجوبا على سلك الطور، أما المصباح فهو مزود بسلك الطور وسلك الحيادي. كذلك عزيزي الطالب لاحظ جيدا الصور أدناه، إذا نلاحظ أن هذه الصور هي عبارة عن صور لما يسمى بالمنصهرة أو الواقية. إذا علما أن رمزها النظامي هذه الواقية ترمز بالطريقة دي، ونحاول دائما أن السلك بداخلها يكون سلك رفيع حتى أثناء عملية الرسم نحاول السلك يعني يكون رفيع. قاطعة هذه المنصهرة إذا سلكها رفيع، إذا داخل سلك رفيع لكي إذا عند مرور شدة التيار مرتفعة ينصهر بسرعة. إذا لاحظ الأشكال التالية عند الصورة الأولى، الصورة الثانية علم كذلك أنه مجموعة من المنصهرات لدينا القيمة المسجلة عليها، مثلا لهنا 0.5 أمبير، لهنا 3 أمبير، 5 أمبير، 13 أمبير، إذا كل منصهرة لديها قيمة معينة، إذا زادت هذه القيمة وشد التيار المارة في الدارة على القيمة المسجلة عليها ينصهر سلكها الداخلي، إذا بفعل شدة التيار. لاحظ الصورة جيدا، لهنا عندنا سلك غير منصهر، ولهنا عند ارتفاع شدة التيار الكهربائي أو مرور شدة أكثر مما يتحملها الجهاز. علما عزيزي الطالب أن هذه الأنواع من المنصهرات نجدها دائما داخل ما يسمى بالتجهيزات الإلكترونية. الآن بالنسبة للمنازل نلاحظ اللوح الأول، إذن هذا اللوح كما اتفقنا أن تكون فيه عبارة عن قواطع تقسيمية، هذه القواطع التقسيمية اللي هي ذات قيم مختلفة فهي تلعب دور المنصهرات لكن لا تستعمل في الأجهزة الإلكترونية بل نستعملها داخل المنازل. إذن وصلنا إلى نهاية الحصة، سنواصل إن شاء الله في الحصة القادمة بقية المعارف الخاصة بهذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.